This is concept, application, .1, page 485. What's given to us is this stress element. So we have axial or sigma x 50 megapascal, and we have sigma y compression, which is minus 10 megapascal. Minus means toward the unit. And then we have shear here. Let's watch the direction of the shear. If the shear is 40 megapascal. If this is up, then this to the right. If this to the right, then this is down. If this down, this has to be left. This has to be in equilibrium. We cannot have this to up and then this left and so on. It will rotate. But by having this, we have tension here, compression here, shear here, opposite shear, and so on. What is needed? Find sigma 1, sigma 2, and tau maximum. Okay. Now let's remember the, let's write down the equation for sigma 1 and 2. Can someone help me to rewrite this equation? Sigma x plus sigma y divided by 2 plus and minus, open the bracket, press bracket, sigma x minus sigma y over 2 square plus tau xy square under square root. يلا نعود يا شباب. سيجما 1 2 يلا ايش بيساوي؟ 50 في 10. اوكي نكتبها بالوحدات زي ما هي، ما في داعي لان ناقص 10. ممتاز. اذا ماينس هنا على 2 بلس ماينس 50. لاحظ هنا ماينس، ايش حيصير هنا؟ بلس 10 على 2 اوكي سكوير بلس تاو اكس واي. كم مقداره؟ 40 سكوير. هذه تحت الجدول. اوكي هذه كم بتساوي؟ 50 ناقص 10 على 2 كم بتساوي؟ 20 بلس ماينس تحت الجذر. 50 زائد 10 على 2 كم تساوي؟ 30 تربيع زائد 40 تربيع تحت الجذر. كم بتساوي هذه؟ 20 بلس ماينس. كم ال 30 تربيع زائد ال 40 تربيع؟ كم ال 3 زائد 4؟ 2500. تحت الجذر كم تطلع؟ 50. اوكي وهكذا يطلع عندنا انه سيجما 1 هتساوي 20 زائد 50 كم تساوي؟ 70 ميجا باسكال. وان سيجما 2 هتساوي 20 ماينس 30 كم تطلع؟ 20 ناقص 50 كم تساوي؟ ماينس 30 ميجا باسكال. طيب بالنسبة للتاو ماكسيمم هذا هو اللي هو هذا هو نقدر نشوف بعد شوية في الجرافيكس. هذا هو كم طلع؟ 50. إذا التاو ماكسيمم هو 50 ميجا باسكال. دكتور عندي سؤال. تفضل. الشير من الإليمنت كيف نعرف هي كلوك وايز ولا كاونتر؟ أيوه حنشوفها في الرسم هنا وكان نبتل. نشوفها في الرسم. نرسمها الآن. طيب. زميلنا عطية الله سألنا عن اتجاه الشير. خلينا نحل هذه بالرسم. واضح يا شباب؟
واضح. طيب حتى نحلها بالرسم احنا ايش نسوي؟ احنا نروح نرسم المور سيركل. فحنرسم هنا هذا السيجما وهذا التاو. فهنا في البداية نتفق ان هذا الكلوك وايز وبالتالي هذا كاونتر كلوك وايز. اوكي ناخذ النقطة الأولى. أول نقطة معطاة لنا كم كانت قيمتها؟ هذه 10، هذه 20، هذه 30، هذه 40، هذه 50. احنا هنا 50. كم الشير اللي عليها؟ نذكركم بها، هي كذا كانت 50 10، وكان هذا الشير بهذا الشكل. الشير هنا مقداره 40، اتجاهه لأعلى. طيب اتجاه الأعلى هذا يعتبر كلوكوايز ولا كاونتر كلوكوايز؟ كاونتر. إذن حنطلع ولا حننزل؟ هذا كاونتر كلوكوايز، عكس الساعة كاونتر كلوكوايز. إذن هذا الأربعين يعتبر عكسه، إذن حننزل تحت. حننزل كم؟ كم مكتوب هنا؟ أربعين. أربعين. إذن واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إذن هذه النقطة الأولى دي. طيب النقطة الثانية اللي هي المعاكسة لها هنا، الاسترس مش مقداره عشرة، سالب عشرة، سالب عشرة. إذا ما هو عشرة، سالب عشرة. والشير مقداره كم؟ 40. أوكي واتجاه الشير الآن لاحظ اتجاهه كلوكوايز، كلوكوايز، كلوكوايز. إذا نطلع واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إذن هذه النقطة الثانية. وزي ما قال لنا دكتور أمس عندنا مصدرة كده بس عشان يكون رسمنا حلو. إذن هذه هذا هو قطر الدائرة، هذه دائرة مور، ونرسمها كده يعني. أدروني على رسمي غير دقيق حاجة هذه. ثم توقع أن هذه سيجما 1 وين هذه سيجما 2 وين هذا التاو ماكسيمم هنا اللي حسبناه. طيب اذا الان هذه هي لو الرسومات حقتنا ترى يا شباب دقيقه، هذا 50 ميجا بسكال اللي هو تاو ماكسيمم، وهذا لو رسمنا دقيق هذا 70، هذا 60، هذا 70، هذا 70 ميجا باسكال. وهذا كم حيساوي يا شباب هنا؟ ماينس 30 ميجا باسكال. يعني هذا ماينس، ما في داعي نكتب this is positive وهذا positive هذا negative، لكن في الشير arbitrary. طيب باقي حاجة واحدة نعرفها، انه هذه الاليمنت حقتنا هنا لاحظوا شباب الفيس هذا هو النقطه دي، وعشان نروح من الفيس هذا الى الفيس هذا نحتاج ندور 90 درجه، بينما هنا عشان نروح من النقطه هذه الى النقطه هذه حتكون بينهم كم؟ 180 درجه. فاي زاويه هنا نصفها هنا، اي زاويه هنا نصفها هنا. عشان كده الزاوية هذه في الكتاب وفي كل كتب الميكانيكس هذه هي الزاوية يسموها 2 ثيتا، نحسبها لل 2 ثيتا، ما يقول ثيتا يقول 2 ثيتا. فهذه 2 ثيتا اللي تودينا للبرنسبل ستريسز ايش تعريفها؟ تعريف يقول لك تان 2 ثيتا برنسبلز ايش حتساوي؟ حتساوي 2 تاو اكس واي على سيجما اكس ماينس سيجما واي. يعني هو بيجيب الشير اللي هنا على المسافة هذه. لو عوضنا هنا إيش بتساوي هذه يا شباب؟ 2 في التاو إكس واي. كم تاو إكس واي؟ 40. 40 وهذه 50 ناقص 10 تصير زائد 10، تساوي هذه كلها 80 على 6. كم لحظة يا شباب، 8 على 60 ما هي 6، هذه 8 على 60 حطها في الكتاب.
42 80 على 50 على 60 كم تطلع؟ نستخدم الراديان يا شباب. تطلع الثيتا 26.56. يعني التو ثيتا قبل الاثنين، التو ثيتا بكم تطلع؟ 53.13. اوكي 13. اذا ثيتا بكم تطلع يا شباب؟ 26.56. اوكي طيب، what does it mean؟ الزاوية هذه الآن يا شباب حتى نروح من هنا من النقطة المعطاة لنا إلى الماكسيمم إحنا هنتجه بهذا الاتجاه، هذا كلوكوايز ولا كاونتر كلوكوايز؟ كاونتر كلوكوايز. كاونتر كلوكوايز. الزاوية هذه أي شيء هنا 2 ثيتا وهنا ثيتا واحدة. طيب لو حد سألنا، قديش هذه اليونت نلفها حتى نصل للماكسيمم؟ أول سؤال، هل هنلفها كاونتر كلوكوايز؟ عفوا كلوكوايز ولا كاونتر كلوكوايز؟ كاونتر بمقدار ثيتا. حلو، واضح هذا يا شباب؟ ما احنا رايحين هنا، هذه هي نفسها، هذه احنا هنطلع فوق، اذا هذه حنلفها كاونتر، اذا هذه الاوريجينالي ات واز لايك ذس، لفيناها بهذه الزاويه. الزاويه هذه مقدارها 26.57. كانت هنا سيجما اكس اللي هي كم كانت؟ 50، وكان عندنا شير هنا. ايش اصبع عندنا يا شباب؟ احد يقول لي ايش اصبع عندنا هنا؟ سيجما 2 اللي هي النقطه هذه، كم النقطه هذه؟ 70. كم الشير هنا؟ 50. لا زيرو، هذا هو، هذا لك مش الماكسيمم. انت على الاكس اكسس، النقطه هذه ايش قيمه الواي هنا؟ صفر. طيب 180 درجه من هنا للنقطه الثانيه، كم الستريس اللي هنا؟ 30. كم الشير هنا؟ زيرو. واضح هذا يا شباب؟ طيب دكتور، التاو ماكسيمم ما احطه في الرسمه؟ لا تحتاجها التاو ماكسيمم، لا ما تحطها في الرسمه هنا، لما نرسم الاليمنت تختفي مفهوم التاو ماكسيمم. التاو ماكسيمم هذا هو هذا اللي نستخدمه في الفيلر ثيوري. التاو ماكسيمم هو حاصل قسمه سيجما 1 ماينس سيجما 2 على 2، هذا هو التاو ماكسيمم اللي هو سيجما 1 ماينس سيجما 2 على 2 اللي نستخدمه في تريسكا فيلر ثيوري. اذا هذه هي الزاوية اللي احنا احيانا نطلبها، قديش نلف ونروح لهذه الدرجة. طيب الزاوية هذه العكس، هنلف للجهة الثانية، لكن لو احد طلبنا منه بسريع ان يقول لنا الزاوية هذه كم حتكون بدون حسابات؟ 2 ثيتا ناقص 90. طيب كم تطلع؟ 37 على 2. هنا هذه صح، 37 كم؟ 36.87. اوكي، في الاوريجينال احنا حنلف الى ننزل يمين، نعمل الان كلوك وايز، وحتكون بهذا الشكل. اوكي، إذا هذه كانت سيجما إكس وهذه كانت سيجما واي وتاو، هذه الآن أصبحت النقطة اللي هي هذه وهذه. طيب النقطة هذه وهذه إيش يميزها؟ أكبر حاجة يميزها إن عندنا ماكسيمم شير، هذا الشير مقداره تاو يساوي 50. أوكي، يظل اتجاهه أنت فين؟ إذا أنت هنا إيش الاتجاه هذا؟ كاونتر كلوكوايز. ايش يعني كاونتر كلوكوايز؟ معاكس للساعه. اذا هذا كذا، اذا هذا كذا، اذا هذا كذا. كم قيمه الاسترس هنا، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ طالما انت هنا الاثنين بوزيتيف، الاثنين بوزيتيف، هذا استرس هنا قيمته 20 وهنا 20 اللي هي السنتر هنا،
فهذا 20 وهذا 20.